ومن بعد اللي مكتوب الان سقدنا وا الى الشيخ ابا ويا ابا واسوا من حال في حماه الى قيس ابا وغعلى وبعثناه في الهواء يبلغ علي يحيى وبحرفه ومحتواه نعزي وفاة الشيخ بقط ما غوى ونهجه بمنهج والنبي قد عقد خطوع مظفر ذي التاريخ في كفه انطوى وقد حاز من اسمه واهنا اصيبه ومن بعد لي مكتوب لا عن سقد نوا الى الشيخ ابو يابس ومن حل في حماه الى قيس ابو غالب بعثناه في الهواء يبلغ علي يحيى بحرفه ومحتواه نعزي وفاة الشيخ ذي قط ما غوى ونهج بمنهاج النبي قد عقد خطاه مظفر ذي التاريخ في كفه انطوى وقد حاز من اسمه نصيبه ومستواه كتبا كلماتها الشيخ ابراهيم عبد الصالح التويتي بعد وفاة الشيخ مظفر عبد الله ابو يابس رحمه الله تخشى روحه والتعزي مرسلة الى عنس كفه والى ابو يابس خاصه ويليها الجواب من الشيخ ابو غالب قيس علي ابو يابس. اداء الشاعر ابو عزة ابراهيم. دعيناك يا واحد على عرشها استوى وذو الفصل في امره وهبي بدعه ومنتهى هو القبل ذي ما حاود قبله ولا سوى هو البعد ذي لا جوائي بعده ولا سواه كثير السحب وفوالق الحب والنوى وفالق من الغدر وهو حشاء في ضياه بسلاه يقوي نوائي ذخرات القوى وحطت صراف الدوهر من كل اتجاه رسالة يقوينا وإذا خارت القوى وحطت صراف الدوهر من كل اتجاه ويجعل لنا بنا وصل رايح لها لواء يدك العدو من أورط غزوه نيرنا به ومن بعد لي مكتب وبلا عن سقاد نوى إلى الشيخ أبو يابي واسوي من حل في حماه إلى قيس أبو غالي وبعثناه في الهواء يبلغ علي يحيى وبحرفه ومحتواه ونعزي وفاة الشيخ ذي قط ما غوى ونهجى بمنهج والنبي قد عقد خطاه مظفر ذي التراويخ ذي كفه انطوى وقد حاز من اسمه وهنا اصيبه ومستوى مظفر ذي التراويخ في كفه انطوى وقد حاز من اسمه وهنا اصيبه ومستوى وغيل الكرم ذيك واللي عابر بحر توى وضلل بأقصى نوح رقاه ومتلاه بكت لا أهاليها وصنحته وما حوى وناحت له الزهرة وبذ الفوق والوفا بكت طفل والشيبة وهم الأرملة سوا ومن حل عن سسعى وبث اليوم قد بكى ثلاثة حصن في عوانس قد صابها الخوى على موت رابح وصنيان عميم الرثاح ولا حزن في من موت واسمه قد استوى كما النجم
يستهدوي به القوم من ضياها ولا حزن في مرماوته واسمه قد استوى كما النجم يستهدوي به القوم من ضياها إلهي عظم أوجراكم عد ما لوى حجيجة على الكعب وحوبات عالمنا وكثر غناكم عود من جاو من ضوى وفيتم برغم الجوام إذ شاعي في مداها ونال الجمال اهقى ويسدي قط من زوى ثبت كان بجده حول موته وبالحياه وبالختم نذكر صواحب الحوض واللواء محمد صلاة الله وهتم شاهل سمو. يقول قيس مرحب يملي الأرض والهواء يغطي اللجوى من حمى الشمس والفياه بشاعر مثقف ما تعود على الغوى وله نهر جاري يروي الأرض من مياه تويتي معود يطعن الخصم بالروى ويكوي بناره دايم الوقت من كواه من نسره عزيزة تصرف السم والدواء وطول الزمن والوقت مرفوع مستوى وطول الزمن والوقت مرفوع مستوى. جواب من الشيخ أبو غالب قيس علي أبو يابس على بدع الشيخ إبراهيم التويتي. يقول قيس مرحب يا وملي الأرض والهواء يغطي لي الأجوام وانحام الشمس والفياه بشاعر مثقف ما وتعود على الغواء وله نهر جاري وروي الأرض من مياه تويتي معود يا وضعان الخصم بالروى ويكوي بناره دوايم الوقت من كواها تويتي معود يا وضعان الخصم بالروى ويكوي بناره دوايم الوقت من كواها من سره عزيزة واصرف السم والدواء وطول الزمان والوقت مرفوع مستوى له الحمد حمدا ما وانعى على عرشها دواء وما الصبح شعشع والناس ماهوي من بها أساس الكرم لو كون علاجه بني نوى لما كنت باب خلفي وعلاجه في دواء أساس الكرم لو كون علاجه بني نوى لما كنت باب خلفي وعلاجه في دواء كفى موته الله يا وارحمه قلبي اكتوى ولكن انا مؤمن بما ربنا قضاها كتمت الالم والحزن في الصدر والجوى ولا بايفيد الحزن بعده وقول اه ولا بايفيد الدواء بصوته اذا عوى ولا بايرد الماهوت صوته ولا ندى ولا بايفيد الدواء بصوته اذا عوى ولا بايرد الماهوت صوته ولا ندى ولولا غارب لاي وكتابر هو يا سوا ولكن قدر من روابا انا جالي في حولا ولولا غارب لاي وكتابر هو يا سوا ولكن قدر من روابا انا جالي في حولا مرض والمرض حطوه على خط الاستواء ولا شيل انا قدره على قدرات الاله في الاول احنا وللاخر اوى ومن حبه البروي وهو مؤمن ابتلى في الاول احنا وللاخر اوى ومن
في يا رب لطفك نورنا الزاعات الشواء عسلناك تلاطف زولات العاد أو غواح مباني حصون الجواد ماشي لها ضوى إذا ما تقيل شاوم مهر المجد أضياها وربي يطول عمر أبويا لها القوى عسى لا يهب للشاوخ أهلي عافية كفاها وربي يطول عمر أبويا لها القوى عسى لا يهب للشاوخ أهلي عافية كفاها والنور لا عسى واسدوج الليل وانطوى وهو مرجع يدحى وانسي والقاب يا لهدفة وبالخدمة صلي عوتي ما راعده دواء على خير خلقها وفاها الله